لقنا بكم مستمعينا من خلال برنامج الملاتي، مازال مستمر وبحضور الدكتورة صابرين الشوي، طبيبة متخصصة في علاج أمراض السكري، أخصائية في التغذية والحمية الصحية. اليوم موضوعنا غادي يكون حول النحافة المفرطة. أهلا بك دكتورة صابرين. أهلا بك سناء، وأهلا بالمستمعين الكرام، وأهلا بمدغاجون. أكيد لأنه كيف ما كاين أشخاص اللي باغين ينقصوا الوزن ديالهم، ودرنا حلقات خاصة على كيفاش إنقاص الوزن طريقة صحيحة، كاين في المقابل الأشخاص اللي باغين أنهم يزيدوا في الوزن ديالهم شوية، تحسوا على أنهم عندهم نحافة. ولكن اليوم نبغيو نتكلموا على النحافة، وأول حاجة نبغيو نتكلموا شنو بعدا أصلا شنو هي النحافة، لأنه كاين اللي كيكون الوزن ديالو مثالي وتيقول لك لا راه ناقص في الوزن، أو اللي تيشوفو تيقول لك راه ناقص في الوزن. Effectivement, alors il faut faire la différence. C'est un truc qu'on appelle la minceur ou la maigreur. D'accord. Et ni chnou y a la minceur, ni l'ouhad chouy a naqs le wazn, ou la maigreur hi nahafa al maradiya. Alors, ta'rif nahafa huwa wahed nqsan dial wazn ala al mu'addal tabi'i. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par le mu'addal tabi'i? عندنا l'IMC اللي هو مؤشر الكتلة ديال الوزن، اللي هو le poids sur la taille au carré. كيف كنحسبوه هكذا؟ Normalement, خصو يكون بين 19 à 25. Alors, il est حسبنا هذاك l'IMC ولقيناه قل من 19 c'est une minceur. الا لقيناه قل من 18 et demi c'est une maigreur. نحافة. Voilà. ولكن ما كنعتمدوش جوست على l'IMC، كنعتمدوا également على القياسات، يعني المقاسات اللي هما لي مونسوراسيون. يعني مثلا ملي كيجي عندنا الشخص، فاحنا كناخذوا لو بوا ديالو، كناخذوا لا تاي ديالو. كيف ما قلت في حلقات سابقة، فاحنا كنعتمدوا على سكون ابل اون امبيدونس ميتري، اللي هي كان واحد التقنية ديال العبار ديال الميزان سبيسيال اللي كنعرفوا بها شحال التكوين ديال الشخص من الكتلة العضلية، من الكتلة الدهنية، من الكثافة العظمية، من لو انتراسيلولير ولو اكستراسيلولير. و ايغالمون كناخذوا يعني بان روبوميتر، كناخذوا دي مونسوراسيون، يعني كناخذوا مقاسات ديال لي برا ديال الدراع، والمقاسات ديال الفونتر لو با فونتر ديال لانج، فوالا ديال لي كيوت، واحد المقاسات اللي هما سبيسيال باش كنعرفوا الشخص بالضبط شحال ناقص. لان بعض المرات كيكون يقدر يكون الوزن شويه ناقص من المقاسات نورمال، ولا او كونترير بعد ما كتلقاو الوزن اللي هو اون مانسور ماشي اون ميغرور 19 لي ام سي، مي كنلقاو بان المقاسات ناقصين. الوغ لو فات كو الشخص نقص من الدرعان ولا نقص من واحد المنطقه، فهو كيتخيل له بان كيعاني من نحافه، الوغ كو سوني با ريال. الوغ خصنا نردو البال اوسي، كاين بليزيوغ فورم ديال لي كور، كاين سكون ابيل دي جون كي سون اكتومورف. شنو هي اكتومورف؟ بمعنى بان الشخص كيكون طويل وكيكونوا الدرعان ديالو رفع، يعني ناقصين بزاف، مي هذه طبيعه ديال الجسم. يعني هما كيكونوا اشخاص اللي ديجا لا ماتيغ موسكولير ديالهم، الكتله العضليه ديالهم كتكون ناقصه واحد 5 حتى 8 كيلو بالنسبه للناس العاديين، ولا ماتيغ غراس ديالهم كتكون ناقصه بين واحد 4 حتى 6 كيلو عند الناس العاديين. مي هما هكذا اي سون اكتومورف. الوغ كيف ما كنقولوا بالمغربيه، هذا هو العود ديالهم. يعني مثلا كتشوف شي واحد نحيف كيقول لك لا انا راه في لافامي ديالي جينيتيكمون راه حنا كنا هذا هو العود ديالنا. الوغ هذوك الناس اللي كيكونوا طوالين وكيكونوا الدرعان ديالهم اوسي طوالين ونحاف، سو سون دي جون كي سون اكتومورف. الوغ لي اكتومورف هو طبيعه ديال الجسم اللي هي عاديه نورمال، ما نقدروش نقولوا بان كيعانيو من النحافه، مي نقدروا نقولوا بان الشيب ديالهم هكذاك، يعني لا فيزيونومي ديالهم اللي كومس. ملي تيكون مثلا كيف ما قلتي كاين واحد الجانب وراثي او العود ديالهم هكا، هذوك الاشخاص هما اللي تلقاو مثلا صعوبه انهم يتزادوا في الوزن مقارنه مع الناس. الوغ عموما النحافه اصعب من السمنه. علاش؟ في التريتمون ديالها، في العلاج ديالها. لان نعطي واحد المثال بسيط باش نقرب اكثر للواقع. ملي كنبغيو نبنيو واحد البنايه، واحد البيت، شحال كيلزمنا الوقت؟ يعني ياخذوا كياخذ واحد السنوات. باغ كونتر باش نجيو نهدموه شحال ديال الوقت كيلزمنا؟ بضع ايام. فوالا سي لا ميم شوز. يعني الا بغينا نخسروا الوزن سافايت بلو فاسيل كو اننا نزيدوه، اننا نزيدوه هذاك الوزن. فوالا واخا غادي نمشيو بالنسبه يعني للاسباب، لانه كاين بعض الاشخاص اللي كتقول لك انا راه كناكل كل شيء وكناكل على طول النهار، ولكن والو ولو غرام واحد ما بغى يتزادني. فهاد واش كاين شي اسباب؟ لانه كاين بعض الامراض اللي كيعطيو النحافه كيكونوا هما سبب النحافه. واش دائما الناس اللي عندهم نحافه مفرطه وراءها يعني اسباب مرضيه يعني امراض، ولا كاين شي اسباب اخرين؟ اولا خصنا نفرقوا بين النحافه الاوليه والنحافه الثانويه. النحافه الاوليه هو الشخص اللي كيتزاد
من صغره وكيكبر وهو نحيف. ونحيفه النحافه الثانويه هو الشخص اللي كيكون نورمال, كيكون الوزن ديالو نورمال, ولكن كيجي فجاه وكيخسر واحد النسبه من الوزن ديالو. الوغ النحافه الاوليه كنحسبوها على الكوتي ديال الاجسام الاكتومورف, يعني كاين سكون ابل الاستعداد الجيني الوراثي. الوغ كاين واحد المورثه جينيه تم اكتشافها اللي هي الاف تي 13, لقاو بان هذيك المورثه الجينيه هي اللي ريسبونسابل على سواء السمنه سواء النحافه. باغ كونطخ ليس هناك استعداد. الوغ الناس كيخلطوا شويه, ما كاينش استعداد بين السمنه ولا النحافه. يعني سافو با دير كو الا كان الاب ولا الام نحاف الوليد غيخرج نحيف, ولا الا كانوا زايدين في الوزن فالوليد غيخرج زايد في الوزن. نو, كاين ماشي استعداد للوزن, كاين استعداد وراثي. يعني سافو دير القابليه للوزن. سافو دير كوا؟ سافو دير كو نقدر الشخص اللي والدين ديالو نحاف يكون اكثر قابليه للنحافه كل اخرين. ما سي با سيستيماتيك, يعني ماشي قاعده ثابته, ولكن هي كتكون قابليه عندك. فوالا القابليه. كاين استعداد اوسي سكون ابل الشيب, يعني مثلا هي بلوس دو وراثه في لا فورم كو في الوزن. يعني مثلا الناس اللي لا فورم ديالهم اون اش ولا اون ا ولا بحال اون بواغ, هذيك كيكون فيها استعداد وراثي. دونك كاين استعداد وراثي للشيب لا فورم اكثر من استعداد وراثي للوزن. وكاين استعداد وراثي سلوكي للسلوك ديال التغذيه. يعني مثلا الوليد ولا البنيته اللي تربى في شي بيت اللي فيه سلوك تغذيه خاطئ, فهو اوتوماتيكمون فهو غيكبر بهذاك السلوك, هذوك العادات الخاطئه في التغذيه. فوالا. الوغ باش نرجع للسؤال ديالك, كاين بزاف الاسباب ديال النحافه. الوغ خصنا اوسي نديرو ان كلاسمون, واش نحافه نتيجه الحرق مرتفع, يعني مثلا الشخص كياكل بزاف, كاين يعني اشخاص اللي كياكلوا واحد السعرات الحراريه اللي هما جد مرتفعه. باغ كونتخ هي ان بروبليم دابسوربسيون ولا ان بروبليم داسيميلاسيون, يعني ما كاينش الاستفاده. فوالا ما كاينش الاستفاده من ذاك الاكل, دونك ما كيسمانوش, اي برين با دو بوا. الوغ هادوك سو سون دي جون اللي اوتوماتيكمون خصنا نقلبو على اون كوز باثولوجيك, يعني مثلا مشكل في الجهاز الهضمي. يعني اما لي مالادي انفلاماتوار ديال لو كولون, يعني مثلا كرون, الاخ سي اش, يعني القولون التقرحي, لان داكشي اللي كناكلوه نتيجه التقرح ولا نتيجه الانفلاماسيون فا يا با دابسوربسيون, ولا ليليكوباكتير بيلوري جرتهم الحلزونيه. يعني كتخلينا ما كنستافدوش من لي ميكرو نوتريمون اللي كنتناولوا. الوغ اي اسباب اللي كتادي لاغاستريت, التهاب المعده, يعني التهابات المعده كتادي لعدم الاستفاده, التهاب المريء لي زوزوفاجيت هما كيخليونا ما كنستافدوش من الاكل. الوغ سوء تصريف الكبد, لان الكبد هو اللي ريسبونسابل على عمليه لا ديتوكس ناتشورال. دونك اوتوماتيكمون اي مشكل في الجهاز الهضمي peut être responsable de d'un problème ديال سوء الامتصاص. يعني الا كان الشخص كياكل بزاف وما كيستافدش وما كينسمنش, فخصنا نقلبوا على اولا اون تيت دو ليست على مشكل في الجهاز الهضمي. الوغ الا كان الشخص اوسي كيعاني من مشكل في الغدد, الوغ كاين تسات الغدد اللي كيتحكموا في الوزن. اولا كاين ليبوفيز, الغده النخاميه. الوغ اي مشكل في ليبوفيز فهو كيتحكم في الوزن ديالنا, يعني كيؤدي الى نحافه الا كان ان بروبليم ديال ليبوفيز. كيؤدي الى افراز واحد الهرمون اللي سميتو لابرولاكتين, اللي هو هرمون الحليب خارج فتره الحمل. يعني الشخص كيلقى راسو كيفرز هرمون ديال كيفرز الحليب ساشون كو المراه ما كتكونش انسانت, يعني كيكون اضطراب في ديك الغده النخاميه. فوالا, وكيكون اضطراب في الهرمونات, يعني اما واحد الدوره الشهريه اللي غير منتظمه, ولا كاريمون الدوره الشهريه كتمشي قبل من الوقت بدون سبب. دونك الغده النخاميه كدير مشكل النحاف. اون دوزيام ليو كاين الغده الفوق كظريه, لا سورينال. الا عندنا مشكل ديال لانسوفيزونس سورينالين, لا سورينال اللي ريسبونسابل على افراز الكورتيزول. الكورتيزول هو يفي بارتي دو ستريس هرمون, لي هرمون دو ستريس. الوغ الا عندنا مشكل في افراز ذاك الهرمون دو ستريس, فاوتوماتيكمون غنوضعوا الجسم تحت واحد اندر واحد التوتر. يعني كنوضعوا الجسم اندر ستريس, الا حطيناه تحت التوتر شنو كيطرى للجسم؟ فمعدل الحرق كيرتفع بزاف. دونك واخا الشخص كياكل فاوتوماتيكمون ما كيستافدش, هذه الحاله الثانيه. والحاله الثالثه اللي اكثر شيوعا هو اضطراب الغده الدرقيه. الوغ الغده الدرقيه كتفرز واحد الهرمون اللي سميتو لاتيغوكسين. الناس ملي كيديروا التحاليل باش نبسط لهم, هذاك الهرمون هو تي 4 داكوغ. الوغ هذاك الهرمون هو ريسبونسابل على الحرق. الى ارتفعت لا تي 4, الى ارتفعت يعني الهرمون تيغوكسين,
فاول حاجه انه كيحرق لنا بزاف، كيستهلك لنا السعرات الحراريه بكثره. من الاعراض ديال افراز زياده افراز لاتيغوكسين يعني زياده نشاط الغده الدرقيه السكونابيل ليبرتيغويدي، هي النحافه، بروز الوغ بروز العينين ليكزوفتالمي، ان الشخص كياكل بواحد الطريقه اللي هي كثيره ما كيستافدش منها، لي بالبيتاسيون، لا بالور ديال 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 الوجه. دونك هاد لي 3 ثلاثه ديال الغدد اي سون ريسبونسابل ديال هاد لي بروبليم. واش يعني بعض الناس كنشوفوا بزاف ديال الاشخاص اللي كياكلوا يعني بشراهه، ولكن كنقولوا يعني هاد الماكله فين يعني فين كتنزل، لانه ما كتبانش فيهم نهائيا. عاد بالاضافه وفهمنا معك من بين الاسباب هو انه حتى هذاك الشخص اللي تيكون كاين امراض الجهاز الهضمي، كاين اللي مثلا اللي كنا تنقولوا يعني قبل في العامتين تنهضروا على الاعصاب في المعده، او لا يعني كيف ما تكلمنا قبل ما كاين يعني جوستومون كاين اعصاب في المعده. الوغ الا جينا نهضروا على الشق الثاني، الاشخاص اللي ما عندهمش لابيتي يعني الشخص شهية ما عندهمش شهية مقفولة اللي كيقول لك كنحس بول او فونتر، هذوك هما الاشخاص اللي كيعانيو من مشاكل الجهاز العصبي اللي هي لا كولوباتي فونكسيونيل، لو كولون اريتاب يعني القولون العصبي. لان بينت الابحاث بان مراكز الانفعالات في المخ قريبه من مركز الجوع وقريبه من مركز الشبع. دونك الشخص الا كان عنده مشكل نفسي ولا مشكل عصبي فيكو كيحرك يعني يا اون اكتيفاسيون ديال داك مركز الانفعال، كيس كي سباس كيطرا اون اكتيفاسيون اما مركز الجوع اما مركز الشبع. يعني كاين الشخص اللي كيقول لك انا ملي كنتعصب كناكل بزاف، دونك يا اون اكتيفاسيون ديال مركز ديال 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 الجوع. وكاين الشخص اللي كيقول لك انا ملي كنتعصب كتسد لي الشهيه، دونك اليا اون اكتيفاسيون ديال مركز الشبع. الوغ هما ملي داروا الابحاث لقاو بان علاش كاين هاد الاكتيفاسيون، باسكو هما جاو قراب لبعضهم. دونك اي مشكل توتر نفسي ولا قولون عصبي ولا اضطرابات يعني في الدوره الشهيه ولا اضطرابات هرمونيه تقدر تؤدي اوسي الى ان الشهيه كتقفل. الوغ كاين اوسي سكون ابل ليبر كاتابوليزم اللي كيكون مرافق بزاف الامراض، يعني مثلا السكر لو ديابيت تيب 2 سورتو من النوع الثاني، فهو كيؤدي الى واحد النحافه، كيؤدي لفقدان الوزن. من بين الاعراض اللي كتعلمنا بان كاين هناك داء السكري هي النحافه، وهي اللي كثرت الاكل يعني الجوع المستمر، كثره الاكل وكثره التبول. كاين اوسي بزاف ديال لي زانفيكسيون، كاين مجموعه ديال الاورام ديال السرطانات اللي كتادي للنحافه وكدير لنا واحد النوع من السينيال دالارم. كاين اوسي لانيكوتين يعني الاشخاص اللي هما مدخنين، لان لانيكوتين من اكثر الحوارق ديال لا ماتيير غراس. الوغ كاين دي بارازيتوز، كاين الديدان يعني طفيليات والديدان عند الوليدات الصغار، سورتو عند الوليدات الصغار اللي كيعطيو النحافه، لان وكنعرفوها بان الوليد كياكل بزاف اوسي ما كيكتسبش الوزن، وكنعرفوها بالوليدات اللي يعني اللي يسورونج لي زونغل. الوغ الوليدات اللي كيسورونج لي زونغل هذيك من علامه ديال وجود دي بارازيتوز ووجود مجموعه من الديدان. واخا بالنسبه للتشخيص دكتوره، يعني بالنسبه للشخص اللي مثلا مشى عند الطبيب على اساس انه عنده مشكل ديال النحافه وبغى انه يحاول انه يزيد في الوزن ديالو، اكيد انه ما كتمشيش مباشره لواحد الحميه الصحيه مباشره شنو الماكولات غادي تنظموها لي من الاول. التشخيص بغيو نعرفوا الخطوات ديالو. الوغ ما نقدروش نمشيو ديريكتومون فيغ ان ريجيم اليمونتيغ، علاش؟ دابور خصنا نعرفوا واش نحافه اوليه ونحافه ثانويه، خصنا نعرفوا واش نحافه مع لا كونسيرفاسيون دو لابيتي ولا نحافه مع لا بيرت دابيتي. خاصنا نعرفوا واش نحافه مرضيه ولا جينيه ولا غير مرضيه نفسيه. دونك الوغ اولا كنديروا اون امبيدونس ميتري باش كنعرفوا التكوين ديال داك الشخص من لي ديفيرونت ماس مسكولير غريسوز اكوز والكثافه ديال الكثافه العظميه، باش كنعرفوا اكزاكتومون واش هو فعلا نحيف ولا لا. دوزيامون كناخذوا المقاسات ديالو باش نعرفوا واش هناك اون بيرت ديال العضل ولا اون بيرت ديال الدهون. الوغ تخوازيامون كنديرو ان انتيغوغاتوار يعني تخي بوسي، يعني مثلا الشخص كنسولوه على جميع الاعراض اللي كيعاني منها، جميع المشاكل يعني اللي خلاتو يجي كونسلتي. الوغ كاتريامون كنديرو ان بيلون ابروفوندي، يعني شنو كنطلبو ان اف اس بلاكيت، فحوصات كامله افكتيمون، كنطلبو ان اف اس بلاكيت فيريتينيمي يعني هذه التحاليل ديال الدم يعني ديال الصفائح الدمويه، الكريات الدم الحمراء البيضاء، الكريات ولا الخلايا ديال المناعه، الوغ الحديد، كنطلبوا الخزان ديال السكر باش نشوفوا واش هناك بدايه لداء السكري، الوغ كنطلبوا اوسي ان نيونوغرام سونغان افيك كالسيمي باش كنشوفوا البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والاملاح المعدنيه، الوغ كنطلبوا لونسومبل ديال الفيتامينات من المجموعه باء
علاش؟ باسكو اهم حاجه اللي كسب الوزن هي الفيتامينات من المجموعه باء. الوغ سواء النياسين سواء البي سي سواء البيدو سواء حمض الفوليك، فهي اللي كتخلي الجسم كيستافد من لي نوتريمون. يعني مثلا الا كان شخص كياكل بزاف وما كيستافدش، فحنا كنشكو اولا في نقص فيتامينات من المجموعه باء. كنطلبوا اوسي تحليل ديال جرثومه الحلزونيه باش نشوفوا واش هناك مشكل، وكنطلبوا اوسي تحليل ديال البراز اللي فيه لا كوبروكولتور دي سيل، ليكزام بارازيتولوجيك دي سيل، وكنطلبوا واحد لو دوزاج دي زاسلو. هذه واحد التحليله اللي تري امبورطونت. شنو هي؟ هي تحليله ديال واحد الميكروب اللي سميتو ستريبتوكوك، اللي كيكون عند الوليدات الصغار ملي كيجيهم اما لي زانجينا ريبيتيشن ولا كيجيهم الفارنجيت ريبيتيشن. الوغ الا بقى هذا الميكروب يعني كيتسرى في الدم، فمع افيك لاج كيدير لهم دي دولور او نيفو دي جونو، وكيدير روماتيزم ارتيكولير ايغو ملي كيكبروا. ولكن اونتر لاباريسيون ديال هذا الميكروب وانتر هذاك الروماتيزم ارتيكولير، فهو كيؤدي الى واحد النحافه. دونك كاين الوليدات اللي واخا كيداوا من الحلاقم، اما ما كيداوش بواحد الصوره اللي هي كافيه، ولا ما كياخذوش لونتيبيوتيك ديالهم في ذاك الوقت بواحد الصوره اللي هي صحيحه. دونك ملي كيكبروا فهما كيف ما كنقولوا كيكبروا شويه معلولين، يعني صحيحه على قد الحال. فعلا هذه هي نقطه مهمه يردوا ليها الوالدين البال. وكيف ما ذكرتي على اساس انه كاين كثير من الاشخاص اللي كيعانيوا من النحافه، هو انهم تياكلوا على طول النهار، ولكن بالنسبه للجوده في داك الشيء اللي كياكلوا للاسف ما تعرفوش على انهم شنو هما مثلا المواد الغذائيه اللي خصهم. حنا اكيد على انه التشخيص مهم جدا في الوقت ديالو، نعرفوا واش كاين يعني اسباب مرضيه ولا لا، ولكن بالنسبه الى مشينا للحميه الصحيه، ولكن كاين بعض نصائح عامه اللي ممكن انك تقدمها للعموم بالنسبه للاشخاص اللي بغاو يزيدوا في الوزن ديالهم، واللي مشاو مثلا عند الطبيب ولقاو ان الامور يعني الحمد لله مزيانه، بغاو غير يزيدوا في الوزن ديالهم. الوغ خصنا اولا نعرفوا شنو هي اليه تصحيح النحافه. الوغ غنعتبروا بان باش نصحوا النحافه كاين واحد المجموعه ديال لي زيتاب اللي خصنا نعتمدوا عليهم. الوغ اولا زياده البنيه العضليه، ثانيا زياده البنيه الدهنيه، ثالثا زياده نسبه الحديد في الجسم، ورابعا زياده نسبه المجموعه ديال الفيتامينات باء في الجسم. الوغ لا كومبوزيسيون ديال الشخص خاص يكون فيها عضل زائد دهن زائد عضل زائد دهن، يعني اونتر دو كوش دو عضل كتكون واحد الكوش ديال الخلايا الدهنيه. ومن اكثر الخلايا كونسوماسيون للدهن، يعني اللي كتسف الدهن من الجسم، هي الخليه العصبيه. يعني باش الشخص يقدر اسمان خصنا نديروا هذا التكوين الصحيح، يعني عضل دهن عضل دهن، ونرفعوا من الفيتامينات من المجموعه باء، نرفعوا من الحديد داكوغ. وخصنا اهم حاجه نتحكموا في التوتر العصبي ديالو. اوتر شوز، الناس اللي هما نحاف عندهم ليستوما صغير، الوغ اوتوماتيكمون باش كنقدروا نخليهم ياكلوا يفون با لي بومباردي، يعني لو بوت سو نو با دو لي غافي داكوغ، باسكو يعني كيف ما كنقولوا سي فير مونجي لي جون سو نو با لي فير غافي. Alors pour faire manger les gens, je ne peux pas dire. Quand on coupe brûle l'estomac, ben je ne coupe brûle l'estomac, c'est adrégiant. Et il y a une affaire. Moi, quand une fois un gros bol alimentaire, la personne automatiquement reste froide. Il va le vomir, il n'a pas le droit de supporter. D'accord. Donc, quand on coupe brûle l'estomac, brûle l'estomac, brûle l'estomac, brûle l'estomac. L'une des astuces, ben je ne coupe brûle l'estomac, brûle l'estomac, c'est manger fréquemment. يعني خصنا كنقولوا للشخص خصو ياكل بين 5 حتى 7 مرات في النهار، مي دي بوتيت بورسيون. يعني ماشي راح تقبلتو واحد الغطار اللي هو كبير ونقول له خصك تكمل لو بلان كامل، يعني متفرقين فوالا. دونك غيبدا ياكل بشويه بشويه بشويه، بحيث بان اوبو دو 4 ايام ولا اوبو دو 7 جوغ فليستوما غيتمدد. تعود حنا كنعرفوا بان ليستوما الي الاستيك، يعني سي ان ساك الاستيك، اوتوماتيكمون غيتمدد. دونك خصو ما يحسش بالجوع، خصو بدا ياكل كل ساعتين. غير لو سكري سي كوا مونجي كل ساعتين. ياكل فعلا الجوده في داكشي اللي ياكل. مثلا كاينين بزاف الناس اللي كيمشيو كياكلوا باغ اكزومبل بوكو دو ماتيير غراس، الوغ شنو كيديروا؟ كيبنيو الدهن، مي ما كيبنيوش العضل، لان الماده الدهنيه ما كتبنيش الموسكل. الوغ كو حنا التكوين ديالنا باش نبنيو بواحد الطريقه صحيحه، فحنا خصنا نبنيو يعني بحال يعني بحال واحد الدار اللي كتبني الساس ديالها. الوغ الساس ديالها هو الماسلز، هو العضل. من بعد يعني كتجي لي زيتاج هما الدهن داكوغ. وباش نرصي عاوتاني واحد الساس اخر خصني نبني عضل. دونك دو لانتيغي دو موسكل. الوغ كونت اون دي موسكل
on dit protéines لان البروتينات هما اللي كيكونوا ان ماجوريتي العضل وكي دي موسكل دي اكتيفيتي سبورتيف الوغ كيف ما كاين رياضه اللي كتنحف كاين رياضه اللي كنعتمدوا عليها باش كنسمنوا مناطق معينه حيت كيف ما قلت القياسات مهمين يعني مثلا الشخص اللي الدرع ديالو ناقصين ولا عنده مشكل في لي مولي الوغ واخا ياكل هذيك الماكله ما غتمشيليش ما غتمشيليش اللي بغا ولا غتمشي لي اللي مولي هذيك الماكله غتمشي لي على حساب يعني الفاميلي شيب على حساب لا فورم اللي عندهم في الاسره سورتو كو الخليه الدهنيه عندها اولويات يعني مثلا كاين اللي غيسمن من البطن كاين اللي غيسمن من الارداف كاين اللي غيسمن من منطقه الصدر داكوغ الوغ كو الاحتياجات ديال سورتو انا جو بارلي النساء لان هما اكثر لي باسيونط اللي كيجيو باش يسمنوا الاحتياجات ديالهم باينين يعني مثلا بان المراه ما كتبغيش تغلط كلها يعني كتبغي تغلط من سيغتان ريجيون كي لا ديرونج دونك هنا كيتجي لانتيغي ديال الرياضه يعني مثلا حنا الاشخاص اللي كيبغيو يسمنوا كنقولوا لهم منوع الكارديو منوع الجري ومنوع القفز دونك هادي سي تري امبورطون كتوجههم لانواع ديال رياضات اخرين فوالا كنوجههم ان يمشيو لاون سال ياخذوا ان كوتش داكور اللي مختص في الموضوع وكنديروا سكون ابل سترينت ترينينغ يعني الرياضه ديال 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 لا فورس ديال القوه الوغ من اهم الرياضات اللي داخله في هاد سترينت ترينينغ هي حمل الاوزان حمل الاوزان يعني صغيور الاوزان صغيورين لي زالتير اللي هما صغيورين فوالا مي تدريجيا لان العضل عنده واحد جوج حركات عنده المقاومه عنده يعني العضل ديالنا كنعطيه واحد المقاومه عنده الفعل ورد الفعل دونك حنا خصنا نولدوا داك رد الفعل ديال العضل رد الفعل العضل ما كيتولدش بالكارديو ولا بالجري مرحبا بكم لان الكارديو ولا الجري كيؤدوا الى فقدان الوزن وفقدان الماده الدهنيه الوغ حنا عندنا هدف ان حنا نحافظوا على كثافه العضل ونكونوا ماده دهنيه دونك اوتوماتيكمون كاين الاشخاص مثلا اللي كتعطيه ان ريجيم وداك الشيء اللي كيربحوا في الاسبوع كيمشي يضيعوا في حصه ديال الكارديو ولا ديال الجري باغ كونط حنا كنقولوا له ما ديرش هاد الحركات خصك دير واحد السبور اللي كيدير الفعل وردات الفعل للمسكل من بين هاد لي سبور اللي كيديروا الفعل وردات الفعل سي حمل الاوزان وشوف مع الكوتش ديالو باش يخدم له كل منطقه هو محتاج يحافظ على العضل ويكون الدهون اللي هو محتاج لها من اجل زياده في الوزن. غادي ناخذوا بعض المكالمات الهاتفيه ونتعرفوا على التساؤلات ديال اوفيائنا. معنا الهام من اكادير. الو الهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا سناء كي دايره بخير؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا الهام تفضلي. بغيت نسولي على الزوج ديالي. اييه. هو ناقص شويه في الوزن عنده 180 وكيوزن شي اقل من 70 داكوغ وكيدير هذا كيدير ديما الفوت داكوغ سبحان الله ما كياكل ماكله طبيعيه ولكن ما كيتزادش واش عمرو دار تحاليل الو الهام انقطع الخط بالهام خدينا بعض المعطيات على الزوج ديالها وي الوغ نورمالمون بور متر 80 خصو يوزن 80 كيلو الوغ يعني الشركي وي الوغ لو فات هو اقل من 70 وي هو كيعاني من النحافه داكوغ لان لي ام سي ديالو فهو ناقص الوغ خصني نعرف منها شنو هما الاعراض من غير النحافه اللي عنده يعني مثلا واش عنده ارتفاع دقه القلب يعني تاكيكاردي واش عنده ارق لان خصنا نعرفوا بان النحافه فيها بزاف ديال الاعراض كيف ما ذكرتي لنا فعلا يعني كتنصحي انه مثلا يدير فحوصات يمشي مثلا يحاول يدير واش كيعاني من يعني مثلا واش كيعاني من شحوبه في اللون واش عنده نقص المناعه يعني اي كيتروح بزاف كتجيه بزاف ديال لي زانفيكسيون يعني خصنا نعرفوا باش تعالج هذاك المشكل وهذيك الساعه باش نعرفوا واش نحافه مرضيه ولا نحافه ماشي مرضيه واخا معنا زينب من الرباط الو 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 زينب الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كي دايره حبيبه الحمد لله الله يبارك فيك بارك الله فيك الله يطول عمرك يا زينب ماماس امنيه اييه اييه كتسلم عليك امنيه اييه مرحبا بسلامه سلمي لها بزاف
كتسلم عليك وقد كدعي مع راضية ما عندها امتحان ان شاء الله. الله ينجحها يا ربي، الله يوفقها ان شاء الله هي وجميع التلاميذ. كدايره الاستاذه اللي معاك الدكتوره ديالنا؟ مرحبا لالا، الحمد لله. ديك الحليق زويون طيبه طيبه طيبه. خليك لي، الله يطول عمرك. خليك لي ربي يخليك استاذه. بغيت نسولك استاذه، عندي هذا بنات صاحبتي، هي صاحبتي راه دابا في السبيطار كتولد، كتسلم عليكم. اييه الله يفتح عليها خير. باش نعيط عندها بناتها وعندها البنات وتا الوليد كلهم ضعيفين، زعما ضعيفين واحد الدرجه زعما ضعاف، وطلباتني قالت لك عافاك ملي تكون الدكتوره سولي ليا. وعندي عاوتاني استاذه سناء امنيه، امنيه باغا تضعف، شي باغي غلاظ وشي باغي اييه هادشي اللي كاين. قالت لك ماما سولي خالتي سناء بغيت انا نضعف. وهانتي شوفي بالنسبه للزياده في الوزن، هانتي غير دخلي الفيسبوك ديال ميد راديو وقلبي على اللايف، راه حنا كاين الخميس اللي فات كنا تكلمنا يعني في جوج الحلقات تكلمنا على الزياده في الوزن كما يجب، يعني من الاول حتى الاخر، يعني بالريجيم بكل شيء. واخا باش عاودي ترجعي الامنيه، قولي لها خليك تسالي الامتحانات ديالك. والله الا تسالي الامتحانات ديالنا ان شاء الله وتعاود ترجع للصفحه ديال ميد راديو، راه غتلقى التفاصيل كامله. ويعني حتى بالنسبه لهاد الام اللي يعني بالنسبه للوليدات اللي ضعاف، دونك انا كنانسيستي عليها باش دير لهم ان بيلون داناليز. الوغ فو كو الوليدات كلهم ضعاف، دونك غالبا غتكون واحد المشكل ديال الديدان ولا ديال الطفيليات، لان وليد كيعادي وليد اخر. الوغ انا نعطيها مجموعه من النصائح. الوغ مثلا كنانسيستي الصباح انها تبدا تفطرهم بحليب التمر. الوغ عندها اختيار، اما الحليب نطحنوه مع التميرات، اما نديرو حليب ديال التمر، يعني ماء التمر نعتبروه هو داك الحليب اللي غنبداو نفطرو به، يعني نبداو نفطرو به كل نهار، يعني نرقدو دوك التميرات في مويه دافيه، وداك ليكستخي ديالهم هو اللي غيبداو يفطرو به يعني كل صباح، فهو كيأدي الماء التمر لحليب التمر افكتيمون، فهو كيرفع من المناعه ديالهم. والوغ بيان سور على الريق واحد المعلقه ديال العسل الاسود، لانه من فواتح ديال الشهيه عند الوليدات الصغار. الوغ جوز الهند، يعني لانوا دو كوكو، يعني كيف ما قلت في حلقات سابقه، فهو كترفع من الكوسيون انتلكتوال، من المردود، واوسي كترفع من الوزن الى زدنا في الكميه ديالها. الوغ في الوصفات ديال التركيز انا كنت عطيت معلقه كبيره باغ كونطخ، سواء زيت جوز الهند ولا حليب جوز الهند، حليب الكوكو ولا زيت الكوكو. باغ كونطخ الا بغينا نرفعوا الوزن فحنا غنزيدوا من الكميه اللي غنعطيو للوليدات بالنسبه، ماشي معلقه ممكن بالنسبه لجوز الهند. وي واخا، والفاكهه الكوكو حتى هي ممكن الشخص اللي بغى بيان سور، يعني زيت الكوكو، حليب الكوكو، الفاكهه ديال الكوكو، يعني مثلا منها بالنسبه للسيده تشري حبه ديال الكوكو وتستعملها، يعني ياكلوا الفاكهه يستخرجوا منها الحليب ديال جوز الهند. فوالا نواصلوا باقي المكالمات، معنا مكالمة أخرى، معنا نادية، معنا نورة من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنشكر وكنشكر الدكتورة. الله يبارك فيك نورة، مرحبا تفضلي. بغيت نقول للدكتورة أنا عندي العصب في المعدة. وي. كانت كضرني المعدة، دازت عندي شي مشاكل ضرتني المعدة، ومني دابا متبعة مع طبيبة نفسانية. وي. ولكن المشكل دابا اللي عندي ما كتهضرش ليا المعدة، ما كنقدرش ناكل. داكو. ما عرفتش شنو غندير. الوغ شنو خرجت لك الطبيبه النفسيه؟ بدون ذكر اسماء، عطاتك ادويه ديال الاكتئاب؟ ايه عطاتني ادويه ديال الاكتئاب، وعطاتني ملي كان ما كتهضرش ليا المعده عطاتني واحد النقاطي، ولكن ما واخا هكاك ما داروش ليا شي حاجه. وشحال من شهر وانت متبعه عندها؟ دابا شي عامين. عامين وبدات كتنقص لك في الدواء؟ قالت لي دابا نمشي تنزيل شهر ثلاثه تسالي طريقها. مزيان. ولكن المشكل اللي بقى عندي ما كتهضرش ليا المعده، ما كنقدرش ناكل. واخا، الوغ شوف كاين واحد الدواء كيتباع، انا ما نقدرش نقول لك الاسم ديالو، كاين نقول لك المكونات ديالو، داكوغ؟ كاين واحد الدواء مصوب من ليكستخي دارتيشو وليكستخي داناناس، يعني مصايب من الاناناس ومن القوق، داكوغ؟ الوغ الا قدرتي تشريه، يعني حبه مورا الغداء، تري زيفيكاس، كتعاون على الهضم. الوغ سينو تقدري تاخذي الاناناس، داكوغ؟ وتصيبي لو جو ديالو تياد، يعني مثلا عصير الاناناس، ولكن بواحد ما غنتناولوش بارد، غنتناولوه دافي. وبالنسبه لي اوسي فالقوق، يعني شريه قدر الامكان، داكوغ، وحاولي انك تطحنيه، يعني ناخذ ليكستخي ديالو، عنده واحد التاثير جد فعال على الكبد، وكيحسن بواحد الطريقه اللي هي اكسترا اوردينير لا ديجيستيون. واخا غادي كاين تساؤلات في الصفحه ديال فيسبوك ميد راديو، غادي نجاوبوا عليها اذا سمحتي دكتوره. تفضل. كاين اول تساؤل، الله يخليك، ممكن تسولي الدكتوره شنو هو علاج سوء الامتصاص؟ تكلمتي على سوء الامتصاص. لا ما لابسوربسيون. الوغ اولا خصنا نعرفوا هذاك السبب ديال لا ما لابسوربسيون. الوغ واش
دي بارازيت واش دي طفيليات دي شامبينيون يعني مرات كاين واحد النوع ديال الكونديدا اللي كيكونوا في المسران ولا في المعده واش لي ليكوباكتير بيلوري جرت مرحله زونيه واش نقص فيتامين بي 12 ولا نقص في الحديد الوغ الا شخصنا الحاله كنعطيو الدواء ديال هاد الحاله وبيان سور ديك الساعه باش من بعد كنعطيو لوجيم اليمونتير دابور خصنا نعرفوا سوء الامتصاص منين ماجي منين السبب ديالو باسكو حنا الوغ حنا الجهاز الهضمي ديالنا الا ما مصوبش يعني يعني سبحان الله مصوب بواحد الطريقه اللي هي سحريه يعني خصو يهضم مزيان خصو ياسيميلي مزيان يعني كلشي عنده مضبوط الا كاين خلل اوتوماتيكمون كاين حاله مرضيه داكا تساؤل ديال حنان الله يخليك انا عندي القول العصبي وكنحس مره في الالم في المعده ديالي خصوصا ملي كنتعصب لدرجات كنحس بحال دقات ديال القلب في الوسط ديال البطن ديالي ولكن الشهيه الحمد لله عاديه كناكل غير هو الوزن ديالي يعني عادي انا ضعيفه واش عاديه سولت واش عاديه وي الوغ دوك الدقات اللي كتحس بهم اللي كتحس بهم بحال دقات ديال القلب هذوك هما اللي متعارف عليهم بالمغربيه بومزوي اللي هو القول العصبي دونك واخا الشهيه كاينه فهو دير لها واحد النوع من سوء الامتصاص صافي ديغ البروفيت با دي كالوري اللي كتناول دونك اوتوماتيكمون فهي كتعاني من نحافه دونك انا كنصحها باش تاخذ الدواء ديال القولون العصبي الوغ كاين دواء كيميائي وكاين دواء اباز دو بلونت يعني اللي مصيب من الاعشاب راه كاين سوغ لو مارشي الوغ مصيب من لو سافرون ناتشورال من الزعفران وكاين واحد مصيب من لي زويل اسونسييل من الزيوت الاساسيه ديال نوتامون فيه الفنوي فيه لوبيبين فوالا لوبيبين فيه لاميليس وكاين واحد فيه لافاليريان هادو تقدر تاخذهم من يعني كوم دي كومبليمون اليمونتيغ هما كيهدؤوا كيهدنوا من القولون العصبي خديجه كتسولك دكتوره الله يخليك عافاك انا عندي بنتي عندها 6 سنين وضعيفه بزاف وفيها فقر الدم وما كتبغيش تاكل نهائيا عافاك شنو نصحيني انا في الاستماع الوغ بالنسبه للوليدات الصغار انا ما كنصحش الوالدين باش يبزوا عليهم الاكل لان يعني كيف ما قلت الحاجه اللي كنبزوها فهي كتسالي بواحد الاستفراغ انا نصحها باش تخدم بواحد السيستم ديال التشيكر ديال الميلك تشيك يعني الوليدات الصغار عندهم قابليه اكثر انهم يشربوا على انهم ياكلوا الوغ كان بلاصه ما دير عصير الفواكه دير دي ميلك تشيك يعني غن اون فا اونريشير هذوك لي جو دو فروي مثلا بالحليب سورتو يعني الحليب كامل الدسم مع حليب مكثف يعني مثلا غنزيدوا فيه الحليب مثلا اما غنزيدوا فيه الحليب بودره الحليب ولا غنزيدوا فيه حليب كونسنتري داكور بالنسبه للولادات الصغار نقدروا نزيدوا في داك الكويس الحليب نزيدوا فيه اوسي ان كلاص على لافاني باسكو غنطحنوا هذا الشيء باش يعطينا داك القوام ديال الميلك تشيك لان الولادات كلهم كيبغيو لي ميلك تشيك الوغ او بيان سور لا باز ديما تكون حليب كامل الدسم اما مكثف اما مع ايس كريم وغنزيدوا عليه اشياء اللي هي او ميم طون كتعالج فقر الدم او ميم طون كتؤدي الى اكتساب وزن الوغ من بينها العسل الاسود دونك معلقه ديال العسل المكسرات يعني توسكي اما التمر اما اللوز فوالا الوغ في الحاله ديال السمنه كنت كنصح الناس باش يتناولوا الفواكه الجافه والمكسرات غير محمصه ولا غير مملحه بالنسبه للنحافه سي الكونتخيغ لان كنقلبوا على سعرات حراريه مرتفعه دونك كنقولوا لهم بان الفواكه الجافه خاصها تكون محمصه داكور دونك حتى هي نطحنوها معاهم الوغ اما طحن الموز اما لي فريز لان كيؤديو الى ارتفاع من السعرات الحراريه الوغ هذاك كما قلت ديك لاباز كان كل مره باش كنغنيوها تقدر كيف ما قلت اما تزيد فواكه اما تزيد فواكه جافه اما نزيدو حبه ديال لافوكا الوغ اما نزيدو لي فلوكون دافوان يعني حنا كنخدمو بزاف الكسب الوزن notamment pour les gens qui ont la musculation باش كنكونوا لهم واحد العضله اللي هو عنده قيمه جيده فاحنا كنخدموا بزاف بلافوان دونك تقدر تطحن هذاك لافوان في الميلك تشيك واخا معنا مكالمه معنا ناديه من وجده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ناديه تحيه لك اخت سناء والدكتوره الله يبارك فيك مرحبا عافاك اخت سناء بغيت نسول الدكتوره عندي جوج مشاكل اللي كنتخبط فيهم هو اولا فقد الدم والثاني هو المشكله ديال كما كنقولوا بومزون وي ومؤخرا كنت مشيت للطبيب باطني وكان عطاني مجموعه تحاليل لقى عندي لافيريتين هابطه بزاف وي
وعطاني مشكلة يعني ما عطانيش الخاطر باش انني نحكي له ولا ومشكلة عطاني غير واحد هذا واحد الدواء بالنسبة للسوما وانا متأكدة من الحالة ديالي عندي الاستخاف في هذا في فوم زوي لانني دائما المشكلة ديالي انني دائما ما كنستافدش من الماكلة وإلا كليتها كنحس دائما بتشجع عندي تشجع يوميا نهار كامل وي دونك الفطور مور الفطور دونك كتكركع بلا ماكلة لا ماشي كنتكركع يعني بحال اللي كنبغي الرد كاريمون نوزي داكوغ وي كنبغي الرد والمشكلة خصني نجلس نبقى جالسة يعني تمشي عندي ديك الحالة عاد نقدر نتحرك راني إلا كليت ودرت شي إيفور ولا شربت الماء وي راه يعني بسهولة نقدر نرجع كاع داك الشيء اللي كليته داكوغ دونك عندك عندي تقريبا العام كامل داكوغ وي ومعتكش شي حاجه على القولون العصبي على بومزوي ما عطانيش هو كان عطاني بحال على ليستوما قال لي يمكن غادي نجربوا هاد الزواج ديال ليستوما عطاني واحد الكومبريمي كناخذها بالليل ملي نجي للناس يعني كنجي للناس كناخذ حبه وي. وحبه بالصباح بالنسبه يعني لهذاك التقيؤ ولا هذيك بحال انا كنوض الصباح كنلقى ديك العله عندي يعني توجد ديك العله عندي بحال نقول مشيت ليستوما هكا الفطور كنت كنكره شنو هي حاجه الفطور كوجبه كنكرهها علاش ملي كنجلس وكنبغي ناكل وي ما كنبقاش كنبقى ندفع يعني كناكل بواحد الصعوبه والمشكل هذا اللي خلاني انني نتعاطى الفتيح الشهيه بزاف وملي كنقطعهم كنرجع نفس المشكل الوغ فواتح الشهيه من الغلط انك تعطي لهم بزاف علاش لان كيديروا واحد الثقل على الكبد دونك مع الوقت كيديروا اون توكسيسيتي ايباتيك كيديروا تسمم الكبد هو ماشي انا يعني حنا كاطباء كنخرجوا فواتح الشهيه داكوغ ولكن افيك دي فونيتغ تيرابوتيك معناها مثلا غتاخذيه واحد شهرين ياك وتقطعو علاش لان الجسم ديالك الا تعود عليه فهو غياثر لك على الكبد دونك ابري دي زاني غتصدق كداوي مرض كبدي داكوغ دو اثر جانبي وي دونك انا كنفضل تستعملي لي فواتح شهيه طبيعيه يعني مثلا كاين لامونت يعني النعناع فهو من الفواتح الشهيه الطبيعيه مثلا العسل الاسود على الريق هو من الفواتح وي الحلبه هي الوغ كتحسن الامتصاص واوتوماتيكمون من فواتح الشهيه نردوا البال بان السيده ما خصهاش تكون حبله باش تاخذ الحلبه لان فيها لا فيتامين ا دونك كتاثر على الجنين مي الحلبه الي اكسيلونت من ناخذها بواحد القياس معين اوتر شوز انا بالنسبه لي الحلبه باش كنفتحوا بها الشهيه خاصها تكون اسوسي يعني مثلا نقدروا نزيدوا عليها اما اليانسون نافع فوالا الوغ اما القزبر اما الكرافس علاش كنانسيستي على ثلاثه المكونات لان الزيوت الطياره اللي فيهم كتخلي الرائحه ديال الحلبه كتمشي دونك الناس ما كيتضايقوش بزاف من ديك ولا القزبر ولا الكرافس اليانسون ولا الكرافس ولا القزبر الزيوت الطياره ديالهم كتزول داك الرائحه القبيحه ديال ولا ديرونجونت ديال الحلبه دونك الناس يقدروا يتناولوها بواحد الشكل اللي هو مستمر كاين اوسي الزنجلان من اللي تري افيكاس من فواتح ديال الشهيه وكاين الاسره اللي كنقول عليها ديما هي الاسره ديال النوافع سواء النافع سواء حبه حلاوه سواء الوغ لاباديان ولا ميم لانيس اتوالي الوغ كلهم كيخدموا كفواتح ديال الشهيه الوغ بالنسبه لي انا هاد السيده اللي عندها مشكل ديال التجشؤ ولا فاسيليتي ولا لي نوزي ايتو الوغ انا بالنسبه لي دير لي واحد التحليله وتعاود اتصل بينا تحليله ديال الجرثومه الحلزونيه باسكو سي با نورمال دافوار اون فاسيليتي لان الشخص يقدر دغيا يسترجع داك لو بول اليمونتير الوغ انا كنطلب منها دير لي هاد التحليله وتعاود تصل بيا في حلقه مقبله احنا على العموم يعني خلال هذه الحلقه تكلمنا على النحافه المفرطه وعرفنا الفرق ما بين النحافه وما بين يعني الواحد اللي ناقص في المقاسات وعرفنا كذلك كيفاش يكون التشخيص عرفنا يعني الوراء هذه النحافه كيكونوا بعد نوبات امراض وبعد نوبات اسباب اللي الواحد خصو يمشي يدير استشاره طبيه يعالج هذوك الاسباب باش يخففوا الاعراض وعاد ديك الساعه نمشيو للنحافه او للزياده في الوزن سورتو كان يعني جو كونساي او جون كنصحهم وكنانسيستي بزاف على الابتعاد على الادمان كنسميه ادمان الفواتح الشهيه والابتعاد على الخلطات العجيبه لان انا كيجي عندي بوكو د باسيونت اللي كيوروني واحد لي بيتي زانفونسيون ديالو انا كيخلطوا الادويه باش كيديروا واحد الوصفات الوغ ما نساوش بان الادويه هي مواد كيميائيه وما نساوش بان اي حاجه كتخرج على الطبيعه فهي اوتوماتيكمون عندها سايد افكت يعني عندها اثار جانبيه الوغ الا كنت غنكسب كيلكو كيلو
وغنسحق الكبده ديالي ولا غندير اون انسوفيزونس غينال فحرام، لان ربي عطانا واحد الصحيحه وواحد الجسم اللي خصنا نتهلاو فيه واللي هو امانه خصنا نحافظوا عليها. اليوم غادي نكمل الجزء الثاني حول المشكل ديال النحافه اللي كيعاني منها كثير من الاشخاص واللي كيبغيو يزيدوا الوزن ديالهم، ولكن اكيد على انه الزياده في الوزن بطريقه اللي هي معقوله وبطريقه صحيحه وصحيه. تكلمتي لنا في الجزء الاول على اساس انه بالنسبه للنحافه عندها اسباب كثيره، كاين اسباب مرضيه وغير مرضيه تعرفنا عليها، فاليوم غادي نمشي وشنو هي النصائح العامه اللي ممكن انك تنصحي بها الناس اللي عندهم مشكل ديال النحافه واللي بغاو يزيدوا في الوزن ديالهم. الو ايفيكتيفمون في الحلقه السابقه نهضرنا ب يعني لارجومون على موضوع ديال النحافه وعرفناها الناس وفسرنا لهم كومون في بور لو دياغنوستيك. هاد المره غندوي على الشق الاول سيسخا ديزاستوس يعني نصائح ونصائح فوالا، ولا دوزيام بارتي سيسخا سور ان ريجيم اليمونتيغ تيب باش نكسبوا داك الوزن. الوغ بور ليزاستوس اولا خصنا نعرفوا بان الشخص اللي هو نحيف فهو عنده واحد ان فوليوم ديستوما، واحد الحجم ديال ليستوما اللي هو ما كبيرش اللي هو صغير. حنا خصنا نعرفوا بان ليستوما هو الاليلاستيك مطاطي صافي ديغ كيتمدد افكتيفمون، الا عطيناه بزاف ديال الاكل فهو غيتمدد بزاف دونك غنطيحوا في السمنه، في حين بان الا بغينا نقصوا من الاكل فهذاك ليستوما ولا الحجم ديالو فهو غينقص. دونك حنا نقدروا نخدموا على ديك الكاباسيتي ديال ليستوما بهاد الطريقه بهاد النصائح افكتيفمون. غير كو لو فوليوم دو ليستوما هو صغير دونك خصنا نعطيو بزاف الوجبات، يعني ما خصناش نديرو سكون ابل واحد الشوك ولا اون اتاك دو بانيك اليمونتيغ، يعني ما خصناش دقه وحده نقولوا للشخص بان خصو ياكل داك الاكل ديالو، يعني خصنا نمشيو بشويه بشويه بروغريسيفمون داكوغ. و لو ريجيم اللي بازي سور اون فريكونس، يعني مثلا الشخص خصو ياكل من خمسه حتى لسبعه المرات باغ جور افيك اون انترفال دو دوزوغ. هادي اولا. ثانيا ما خصوش يبقى تيجوع، باسكو كيف ما فسرنا في الحلقه ديال السمنه فإلا بغينا نعليو معدل الحرق فحنا كنعليو من البراون فات، يعني كنعليو من هذاك الدهون البنيه. كيفاش كنعليو منهم؟ قلنا خصنا نخليو واحد انيكار فوالا انيكار بين الاحساس بالجوع وبين لو فات دو مونجي. الوغ كو في النحافه نو، في النحافه خص البيرسون ما تجوعش، خصها اوتوماتيكمون كل ساعتين تاكل تاكل يعني بشكل مسترسل كل ساعتين افكتيفمون. الوغ تخوازيامون خصنا اون دوا سو كونسونتخي على سعرات حراريه اللي هي عاليه ولكن قليله الحجم، صافي دير ناكلوا ماكله اللي هي غنيه غيش اون كالوري ولكن قليله الحجم اللي ما غاتاخذناش واحد الموضع ديال ليستوما اللي ما غاتسدناش الشهيه لو كونتخيغ دو السمنه، يعني كميات قلال ولكن فيها يعني ماكولات اللي فيها يعني سعرات يعني كثيره افكتيفمون، ماشي بحال السمنه اللي كنقولوا للاشخاص بان خصهم يعني ياكلوا واحد السعرات الحراريه اللي هما قليله بواحد الحجم كبير باش يحسوا باحساس بالشبع. حنا في النحافه ما محتاجينش الاحساس بالشبع، سي لو كونتخيغ، بغينا الشخص يبقى ديما فيه ديك لونفي دو مونجي وباش ياكل فريكامون وياكل يعني بزاف المرات. الوغ اوتر شوز خص الشخص ياكل قبل من النوم، يعني الا كنا في السمنه كنقولوا للناس ما تاكلوش وما تنعسوا يعني خصكم تهضموا واحد ساعتين، ففي النحافه كنقولوا لهم خصكم تاكلوا جوست افون دو دورمير، يعني ما خصهمش يعطوا ليستوما لو طون دو ديجيري، خصهم ياكلوا يعني العشاء يكون متاخر ولا الا كان تو ينعسوا جوست مباشره. اوتر شوز ملي يزاولوا الرياضه كيف ما قلنا في الحلقه السابقه فكاين الرياضه ديال السمنه وكاين الرياضه ديال النحافه، وخصنا نعرفوا بان الرياضه اي تري امبورطونت لان حنا اون باز لو ريجيم اليمونتير على لو برينسيپ ديال الفات بيلدينغ، يعني حنا كنبغيو نبنيو. الوغ بغيت الناس يتخيلوا معايا كو الجسم ديال الشخص هو واحد عباره على واحد البنايه، يعني عباره على واحد بحال واحد ليمبل. دونك خصنا لي باز ديالو، الساس ديالو هو العصب، دونك غنبنيو الساس بالعصب. الوغ غنديروا الطبقه الاولى البروميير ايتاج سي البنيه العضليه، دوزيام ايتاج بنية عضلية، تخوازيام ايتاج البنية العضلية، وبين كل بنية عضلية غنبنيو الدهن، دوك الدهن هو لي مور باش ديك البناية تكون صحيحة. دوك حنا كنحتاجو العصب، كنحتاجو البنية العضلية، وكنحتاجو البنية اللي هي دهنية. دوك اوتوماتيكمون الرياضة اي تخي امبوغتونت. كاين الرياضة اللي هي كتكون ليا بعض الاجزاء بعض دي بارتي دو كور، يعني مثلا كاين شخص الجسم اللي كاين الشخص اللي كيبغي مثلا اغلاض من المنطقه ديال الصدر، كاين المنطقه ديال الارداف، كاين المنطقه ديال الذراعين. دونك لو ريجيم اليمونتير هو الي بازي سور تو لو كور، يعني هو كيسمن الجسم كله. باغ كونتخ الرياضه هي خاصه بشك بارتي، هذه هي لا ديفيرونس.
الوغ اوتر شوز سي كو الشخص اللي هو نحيف يل كونسوم بوكو النشويات بواحد الطريقه اللي هي سريعه. يعني لو ريجيم اليمونتير ما خصناش نعطيو فيه جوست النشويات لان النحيف كيحرق النشويات. خصنا نعطيو النشويات زائد الدهون باش داك العضل كيتكون او ميم طون كو الخلايا الدهنيه. وخصنا انسيستيو على مجموعه ديال الفيتامينات من المجموعه ب، يعني البي 1 البي 3 البي 6 البي 9 والبي 12، لان هي اللي كتكون ليا داك العصب. كيف ما قلت العصب هو الاساس ولا لا باز ديال البنايه. ونانسيستيو على الفير الحديد لان الحديد كيساهم في تكوين البروتين وتكوين العضل. وكان انسيستيو على الكالسيوم لان الكالسيوم كيغذي هذاك العضل. وكان انسيستيو على الاوميغا 3 لي اوميغا 6 لي اوميغا 9 اللي هما الدهون الجيده باش الواحد كيزيد في الوزن ديالو بشكل اللي هو صحيح ما يتعرض يعني للمشاكل الصحيه اللي اغلبها فقر الدم. كنسميو هادو هيلثي واي، يعني الطريقه الصحيه باش ناخذوا الوزن. يعني سافو دير كو واخا حنا الشخص بغينا هيسمان ما غيسمان بزيوت نباتيه وغيسمان يعني بدهون جيده، هو محافظ على الفيتامينات وكلش باحماض امينيه وغيسمان بالخضر وبالفواكه. لانه دكتوره للاسف يعني غالبيه الحميات العشوائيه اللي كيتخادوا بهذوك المواد مثلا اللي كل واحد هذوك انا خديت هادي دقيت هادي مثلا خلطت هادي مع هادي واللي مواد ماشي طبيه نهائيا وماشي عندها علاقه يعني بالتغذيه، فالواحد كيقدر يتزاد في يتزاد في الوزن ديالو ولكن يعني كيعاني من بعض الصعوبات المرضيه ولا بعض المشاكل الصحيه. ايفيكتيمون سورتو سورتو المشكل اللي كنلقاوه يعني كنلقاو دو يعني دو بروبليم ماجور عندنا في الكونسلطاسيون هو الشخص اللي كيتزاد بواحد الطريقه عشوائيه، اما كيطيح في انسوفيزونس غينال يعني فشل كلوي لان مثلا مشى خدا بروتينات كثيره، وحنا كنعرفوا بان الكلي هما اللي كيصفيو البروتين، ملي كنفوتوا واحد المقدار معين باغ جوغ فكنطيحوا في مشكل ديال بدايه الفشل الكلوي، وكنطيحوا في مشكل ديال التشحم الكبدي لا ستياتوز هيباتيك، يعني ديك الشحيمه اللي كتغلف الكبده الى كثرنا من المواد الدهنيه. داك الشيء كان انسيستي على لي زوميغا 3 ولي زوميغا 9 وكان انسيستي على المواد الدهنيه الجيده. دونك هادو هما لي زيرور اللي ما خصناش نطيحوا فيهم. اوسي الوليدات اللي في الفتره ديال لادوليسونس ولا ديال لا جونيس اللي كيمشيو يتجهوا لا موسكولاسيون فهما كيمشيو ياخذوا البروتينات، فحنايا كنديكونسيو ليهم البروتينات. الوغ ممكن ناخذهم ولكن تحت اشراف طبي، لان طبيب هو طبيب الاخصائي في التغذيه هو اللي غيحسب لنا بالضبط شحال كميه البروتين اللي غناخذوا، لان دوك البروتينات فهما عباره على بودره سيتون بودغ اللي هي ني با كونتيفي. والوليدات كيبغيو يكبروا بها العضلات لو فوليوم ديالهم موسكولير الوغ كو داك الكثافه العضليه اللي كيكونوا كتكون فارغه، يعني كيكون غير اون فورم، يعني كيبان لك بان العضل هو كبير الوغ كو هو في الداخل ديالو القلب ديالو هو فارغ. واوتوماتيكمون الى كثروا من البروتينات كنطيحوا في مشكل ديال انسوفيزونس غينال. جاتني بزاف ديال التساؤلات يعني بالنسبه للجزء الاول اللي كنا تكلمنا على النحافه ودابا حنا كنكملوها. بزاف ديال الاشخاص اللي تيقول لك احنا بغينا نزيدوا في الوزن ديالنا ولكن عندنا المشكل هو انه ما عندناش ديك الشهيه، يعني ما كتجيناش ديك الشهيه والقابليه اننا ناكلوا، يعني واخا تحت الماكله قدامهم، فواش كاين يعني شي حويجات اللي كيفتحوا الشهيه شي نصائح؟ افكتيمون كاين دي شوز اللي كيفتحوا الشهيه، وخصنا نفرقوا اوسي بين النحافه اللي ما فيهاش الشهيه والنحافه اللي فيها الشهيه. الوغ النحافه اللي كتحافظ فيها اللي كيحافظ فيها الشخص على الشهيه هي نحافه اللي فيها مشاكل ديال يعني الامتصاص، عندنا مشكل دابسوربسيون، سافو دير كو الشخص كتلقاه كتناول 1800 كالوري ولا 2000 كالوري، في حين بان ملي كنديروا له اون بيدونسميتري، يعني ملي كنعبروا له لا ماتيغ غراس ولا ماتيغ موسكولير والكثافه العضليه والعظميه وكنشوفوا شحال كيتناول ديال السعرات الحراريه، كنلقاو بان الشخص واخا كيتناول 1800 ولا 2000 كتوصل له يلاه 600 ولا 800. يعني الجسم ما كيستافدش منها ما كيمتصهاش. دونك تما خصنا نديروا فحوصات باش نقلبوا علاش هذا المشكل ديال الامتصاص منين كاين ونداويوه. عندك سوء امتصاص. سوء امتصاص فوالا، مي سوء الامتصاص عنده بليزيو اوريجين، يقدر يكون عنده مثلا مشكل في المريء، مشكل في المعده، مشكل في القولون، مشكل في الكبد، ولا مشكل في الكلي. دونك خصنا نشخصوا باش نداويو باش نصلحوا هذا المشكل ديال سوء الامتصاص. اذا الشخص العادي اللي بغى يزيد في الوزن ديالو وعندوش القابليه او ما عندوش الشهيه الا ما تيكون مشكل ما خصو يشوف يدير استشاره طبيه. هذا بالنسبه للشخص اللي كياكل اللي عنده سوء امتصاص. في حين كاين ان كاين بزاف الناس ما كيقدروش ياكلوا، يعني ما عندهمش ديك الشهيه اللي مناسبه للسن ديالهم والوزن ديالهم. الوغ بالنسبه لنا هذوك الاشخاص غالبا ما كنلقاو عندهم مشكل نفسي ولا عصبي داكوغ ولا قولون عصبي تو سامبلومون، مي لي تخوا سواء النفسي سواء العصبي سواء المشكل ديال القولون العصبي كلهم إل سو كونفوند فيغ ان بروبليم بسيشيك، يعني الشخص عنده مشكل مع ليماج ديالو، عنده مشكل مع
كيفاش كينظر للشخص ديالو، كيفاش كيشوف الهيئه ديالو، دونك هو ما متقبلهاش، دونك اوتوماتيكمون كيدير سكون ابل ان تروبل اليمونتير كومبولسيف، كيدير مشكل ديال الاكل اللي هو لانوريكسي اللي هو معروف، اللي كيسميوها بلانوريكسي مونطال، يعني الانطلاق ديال لانوريكسي ما كيكونش عضوي، ما كيكون نفسي او نيفو دو لا تيت. دونك باش نحلوا الشهيه خصنا نداويو النفسيه ديالو، دونك نعطيوه الدواء ماشي باش نحلوا الشهيه، الدواء باش نداويو النفسيه. واخا اذا غادي نمشيو مباشره الدكتوره بالنسبه يعني للحميه الصحيه والريجيم اللي ممكن انه الاشخاص يستافدوا منه اللي عندهم مشكل ديال النحافه وبغاو يزيدوا الوزن ديالهم بطريقه اللي هي صحيحه وصحيه. الوغ اولا كان انسيستي على فواتح الشهيه، كاين فواتح الشهيه اللي هي طبيعيه، كاين مثلا المونتول فهو فاتح ديال الشهيه، الوغ كاين الكاكاو فهو فاتح ديال الشهيه، كاين الزنجلان او ما يعرف بالسمسم هو كاريمون اوسي فاتح الشهيه، وكاين الفينوغريك ولا الحلبه كما كيعرفوها الناس كلها حتى هي من فواتح الشهيه. الوغ الحلبه باش كان نزيدو نفسرو، سي كل حلبه ما كتعطيش زياده في الوزن، الحلبه كتعطي هي غنيه بالبروتينات وغنيه بالبوتاسيوم وغنيه بالفيتامينات ونوتامون الفيتامين سي، هي كتحسن من الامتصاص وكتحسن من عمل الشرايين، دونك اوتوماتيكمون الشخص كيولي سواء كلا ولا ما كلاش فهو كيمتص بواحد يعني بواحد الصوره اللي هي افضل، دونك اوتوماتيكمون يل برون دو بوان. ما هي ماشي هي اللي كتعطي زياده في الوزن ولكن كتساعد افكتيمون. ان اكزامبل زعما حنا كنعطيوها للناس، مثلا كنعطيوها للنساء اللي كيرضعوا على شكل دي كومبريمي، يعني على شكل ادويه، ماشي باش تحلهم الشهيه نو، باش نحسنوا لهم من الامتصاص، باش يضروا كميه اكثر ديال الحليب، باش نقاو ديك لاكتاسيون باش غنردوا على الوليدات. الوغ هادو بالنسبه لفواتح الشهيه. الوغ كلكو زاستوس اوسي، الوغ نحاولوا اي بول اليمونتير ولا اي اكل نديروا له واحد النوع من لونغوشيسمون، يعني نغنيوه، نديروا اغناء سوا بالمكسرات، كيف ما قلت المكسرات خصهم يكونوا بالنسبه للنحافه اما مملحين ولا محمصين، ولا نغنيوهم بليزوليف، يعني اي طبق نزيدوا فيه ليزوليف، ولا نزيدوا فيه الفخوماج، ولا نزيدوا فيه لافوكا. هادو هما الاضافات اللي نزيدوا على كل طبق مثلاً. على كل طبق، يعني مثلا الا ما كانتش السيده بغات دير تلتزم بان ريجيم اليمونتير بريسي كيف ما غنقول، فهي تقدر تناول الطعام على الاسره ديالها، ما تحاول تغني كل طبق سوا بلافوكا سوا بالمكسرات سوا بليزوليف سوا بالفخوماج. الوغ اوتخو شوز، الشخص ملي يفيق الصباح فحنا كنشجعوه باش يشرب يعني دولو تياد ميها دافيه مع واحد المعلقه كبيره ديال العسل الاسود. علاش العسل الاسود؟ لان العسل الاسود كينشط الدوره الدمويه، وبالتالي فهو ساعه من بعد غيحسن لي الحرق والامتصاص، دونك الفطور اللي غيتناول الشخص اون اور ابخي فهو غيمتصو بنسبه 90%. هذا بالنسبه لو برانسيب ديال شربه عسل. الوغ اوتخو شوز سكو حنا كنوصيو على لو سبور، غير هي افيك دي كونديسيون. مثلا الشخص قبل ما يمشي للسبور يتناول اما عصير جزر ولا عصير يعني دي بوتيرون ولا عصير شمندر، هادو بثلاثه كيعاونوا على تكوين العضل. عصير ديال القرعه، القرعه الحمراء ولا الجزر، عصير ديال الخيس ولا لا بيتراف ولا الشمندر ولا البربة، هذا قبل ما يمشي لاكتيفيتي سبورتيف. داكوغ، او كور دو لاكتيفيتي سبورتيف كنوصيوه باش يتناول سوا عسل سوا اون باغ سيريالي، يعني داك لا باغ سيريالي اللي مصيبه من كتعطي الطاقه كتعطينا شحال من مره. فوالا، و ابخي لاكتيفيتي سبورتيف ملي يسالي لاكتيفيتي سبورتيف ويرجع للبيت كنوصيوه يتناول اي نوع من النشويات، يعني اما بطاطيس اما الارز، يعني اي حاجه باش كوم صح. حنا شنو كنديرو؟ سيكو كنهيئو العضل باش يترالو واحد الكثافه، اون اوغمونتاسيون دو فوليوم، وكنهيئوه ان او كور دو لاكتيفيتي سبورتيف ما كي il puisse pas dans les stocks، يعني ما كياخذليش من المخزون بداك العسل ولا باغسيريالي. و ابخي لو روتور من لاكتيفيتي سبورتيف كنعطيوه نشويات باش كنديروا واحد التعزيز لبنيات العضل باش كيساعدنا على فوالا. والشخص اللي كيبغي يكسب الوزن كنوصيوه ما يديرش الوغ ني الكارديو داكور ني لو تابي، يعني با دو مارش با دو اون سوت با، يعني يعني يكور با اي با دو كارديو. كنوصيو يحمل اوزان كيف ما قلت في الحلقه السابقه، ويحمل اوزان تدريجيا، لان هذاك الحمل ديال الاوزان هو اللي غيساعدنا باش غنكونوا
واحد المناطق اللي هي معينة. وهاد الرياضات اللي ذكرتي يعني كيعطيو العكس، ممكن انه يعطي مثلا الشخص اللي عنده سمنه يقدر كنقولوا له دير الكارديو، دير الترينينغ ديالك، اي بو سوتي، اي بو فير لا كورد، لان كيخسر بها الوزن. اور النحيف كنوصيوه سورتو على حمل الازوان الاوزان، يعني نوطامو لا ميسكولاسيون. غادي نمشيو نكملوا بالنسبه ل وي الوغ كيف ما قلت فالشخص كندير له ديغنوستيك بون امبيدانس ميتري، دونك كنعرفوا بالضبط شحال خصو ياكل، وكنبداو نزيدوا كل اسبوع. يعني الاسبوع الاول كنزيدوا واحد 500 كالوري، الاسبوع الثاني كنزيدوا 1000 كالوري، والاسبوع الثالث 1500، باش في الاخر الشهر كنوصل لواحد 2000 كالوري. كيف ما قلت خصنا نمشيو بواحد الطريقه اللي هي تدريجيه. داكور الوغ كيفاش كنزيدوا؟ كيف ما قلت 5 و7 الوجبات، كنانسيستي بزاف على لي كولاسيون ما بين الوجبات. ما بين الوجبات ولي كولاسيون اون جينيرال كيخصهم يكونوا عباره اما على مكسرات ولا اجبان مخمره، يعني دي فروماج كي فيرمونتي، يعني ماشي ان فروماج تارتيني، لان لي فروماج تارتيني ما كيساعدوناش باش نكسبوا داك الوزن اللي بغينا، مي بلوتو سي لي فروماج كي سون فيرمونتي، يعني تو سكي بري، كامونبير، يعني دلي مونتال، هادو هما اللي كيساعدوا الاشخاص باش كياخذوا المساعدات باش كياخذوا الوزن. قلتي على انه ضروري المكسرات يتزادوا في الاطباق. وي لافوكا، لي زوليف اي لي فروماج، الاجبان. وي الاجبان الوغ جوستومون في نوتر كونتكست ماروكان خصنا نديفلوبي واحد لا كولتور ديال الاجبان، يعني واحد الثقافه ديال الفروماج، باش نعرفوا بان الفروماج تارتيني كيف ما قلت ولا الجبن ما غيساعدهمش باش يكسبوا الوزن. دونك il faut s'adresser vers des fromages اللي ماشي بالضروره حنا كنكونوا متعودين عليهم، ماشي في الثقافه ديالنا. باغ اكزومبل داك لو بلو ولا الروكفور ولا الكامامبير ولا لوبري، المذاق ديالو كيكون شويه حنا كمغاربه ما مستانسينش به بزاف، مي هو اللي كيساعدنا باش كن pour la prise de poids ولا pour la musculation surtout، ولا كاريمون ان فروماج بلون، يعني مثلا بالنسبه للرياضيين ولا الناس اللي كيديروا لا musculation، فحنا كن كاريمون كنقولوا لهم يتناولوا سكون ابل لو فروماج بلون، ماشي كفروماج مي يعني اون كويري، يعني غيتناولوا على شكل كولاسيون، يعني ماشي بالخبيز مي ديريكتومون على كويري. واخا غادي نجاوبوا على التساؤلات اللي توصلنا بها يعني في اللايف ديال الصفحه ديال الفيسبوك ميد راديو. الله يخليك دكتور، انا عندي المشكل، عندي معدل الحرق مرتفع مع المشكل ديال بومزوي والمشكل ديال الامعاء، وبغيت نزيد في الوزن ديالي وخصوصا في المنطقه ديال الصدر الى امكن، حتى مشكل الهرمون حيت صغار بزاف، واخا رضعت وليداتي عام ونص وانا عندي 3 ديال الوليدات في العمر ديالي 40 سنه، والوزن ديالي 56 كيلو والطول 1.64 متر، الشهيه ديالي مفتوحه زعما تناكل مزيان ولكن ما كتبانش فيا، الا ممكن تنصحيني بشي تحاليل نديرهم؟ الوغ السيده اللي فيها 1.64 متر بور 56 كيلو، يعني واحد 8 كيلو تما ناقصه، يعني في كو هي سيت اون مير دو 3 انفون عندها 3 وليدات، يعني واحد 8 كيلو خصها تزيد. داكور الوغ بالنسبه للمشكل ديال بومزوي، فانايا بومزوي كيدير واحد المشكل ديال سوء الامتصاص، دونك اوتوماتيكمون واخا غتاكل واخا الشهيه كاينه ولكن ما غتستافدش من دوك لي كالوري ديالها، دونك خصها تاخذ الدواء ديال القولون العصبي. داكور الوغ انا ما نقدرش نقولها الاسم ديالو، مي تاخذ داك الدواء، واون بلوس تاخذ معاه واحد المكمل غذائي اللي هو اما مصايب من الزعفران، كنت هضرت عليه في حلقه سابقه، ولا واحد المكمل غذائي مصايب من لوبيبين، واحد النبته لوبيبين ولا ميليس ولا ميليس. الوغ هذا بامكانها تمشي تقول لهم واحد المكمل غذائي مصايب من لوبيبين ولا ميليس ولا السافرون، يعطيو ليها ديريكتومون. دونك خصنا نبلوكيو داك القولون العصبي، داك بومزوي خصنا نبلوكيو باش المواد الغذائيه تبدا تستافد منها. فوالا باش المواد الغذائيه تبدا تستافد منها. وبالنسبه لي انا تبع لو ريجيم اليمونتير اللي غنقول بالتفصيل شنو تاخذ في الفطور والغداء والسناكس وفي العشاء، باش وتقيد معنا باش تعرف بالضبط شنو غتاكل. داكور رجاء من طنطان، عندي بنتي في العمر ديالها 9 سنين ما عندهاش الشهيه، ولا كلات دغيا كتشبع. شكرا. الوغ بالنسبه لتسع سنين بزاف الوليدات عندهم هذا المشكل ديال ما كاينش الشهيه، والا كلاو يعني دغيا كيشبعوا، علاش؟ انه سون اون بلان كرواسونس. داكور دونك انايا بالنسبه لي اغلبيه الوليدات اللي كيكون عندهم هذا المشكل كنلقاو عندهم طور نمو، تيكونوا يعني طور نمو. داكور الوغ كنلقاو عندهم واحد المشكل ديال الطفيليات وديال لي بارازيت، دونك انا غنطلب منها دير لها واحد التحليه ديال البراز، لان يعني واحد 70% ديال الوليدات كنلقاو عندهم مشكل ديال الديدان، المشكل ديال الديدان كيديروا نحافه وكيديروا المشكل ان الشهيه كتسد، دونك يسوفي جوست نعرفوا شنو النوع ديال الديدان باش نعطيو الدواء ديالو. داكور وكاين دي استوت عند الوليدات، مثلا الوليدات
اللي كيساعدهم باش يكبروا ويكسبوا الطول كاين سكون ابل يعني حليب التمر ولا اكزاكتومون سي بلوس ماشي حليب التمر مي اون فا دير منقوع التمر يعني يعني السيده نطلبوا منها انها داك التمر ترطبو فوالا وتاخذ المحلول ديالو يعني ملي كيطلق بحال الماء بحال الحليب ولا من الاحسن نو هو اكزاكتومون الوغ الماء ديال التمر المنقوع ديال التمر هو اللي كيسميو حليب التمر على قلتي لك ستري دو دات اييه اييه من التسميه ديالو يعني في علم التغذيه هي حليب التمر ما هي على باس سي جوست الماء مع التمر اللي من اللي منقوع فيه اللي مرقد فيه التمر اللي مرقد في الماء فوالا وهذاك الماء غطحنوا مع الخيار ومع جوز الهند داكور هي وصفه لفتح الشهيه وصفه للطول وصفه للذكاء والوليدات زين الوليدات هذه اييه وي وداك التمر ياكلوه او ميم طون ماشي بشرط تاكلو الصباح مي انا بالنسبه لي اهم حاجه هو حليب التمر مع الخيار مع جوز الهند الصباح مي داك التمر تقدر تخلي البنيته تاخذو في لاكولاسيون ديالها هي أيه. ممكن يشكلوا على شكل كويرات ولا مثلا التختيني ولا كاين بزاف الاشكال افكتيمون مي اهم حاجه هو داك حليب هذاك المحلول ديال التمر اللي رقدنا فيه التمر يعني مع الخيار ومع جوز الهند يتخلط الخيار ومع الكوك وي مع جوز الهند جوز الهند بحال الفاكهه بحال يعني الكوك لا ميم شوز لا الوغ بحال بحال هي كنفضل انا الفاكهه باسكو يفو دير كو الكوك ارتيفيسيال فيه دي فيه منكهات داكوغ وسي الى قدرات تشري كاريمون حليب جوز الهند يعني دير معلقه كبيره فوالا دير معلقه كبيره ديال حليب جوز الهند فوالا هو الي بلو ريش اون كالوري دونك غيساعدهم اوسي على اخذ الوزن فوالا الله يخليك عفاك كيفاش نعالج الهبوط ديال السكر والاستغناء عن الدواء عندي 43 سنه الوغ هاد السيده كتعاني من اون هيبوغليسيمي داكور وبغات تستغني على الدواء الوغ انا خصني بالضبط نعرف شحال خزان السكر ديالها وتدير لي التحليله ديال سكون ابل اون غليسيمي ارجان يعني على الريق وان بوست برونديال معنى بوست برونديال يعني غتمشي لابوغاتوار يحلوا ليها يعقدوا لها التحليله وهي ما فاتراش وغتمشي تفطر في الدار وترجع من بعد الفطور تعاود لي التحليله باش نعرف كل بورسنتاج خاص المعطيات كاملين باش فوالا باش تقدر نجاوبها بواحد الطريقه اللي هي احسن واخا الله يخليك عفاك بغيت نعرف انا غير كنوقف الكوزينه كتجيني الدوخه ورجلي كيضروني وتنجلس ما تنقدرش نكمل الشغل ديالي وديما مسخسخه وقالت انه والو يعني كنحاول يعني ناخذ يعني بعض الفيتامين وي الفيتامين وحاجه اخرى انا تنجرح بسهوله وي. دائما والجرح ما تيبرش ليا سريع تيتعطل الوغ بالنسبه لهاد السيده خصها دير لنا سكون ابل ان اف اس بلاكيت فيريتينيمي الوغ ان اف اس بلاكيت هو تحليل الصوره ديال الدم يعني جميع الخلايا الدمويه خاصها دير لي بلاكيت باش نعرف الصفائح الدمويه لان الصفائح الدمويه هي اللي مسؤوله على لا سيكاتريزاسيون على داك الدم اللي غيتجمع خاصها دير لي اون في اس اون سي ار بي في اس مؤشر لانفيكسيون و سي ار بي مؤشر لانفلاماسيون وتعاود تصل بينا في حلقه ان شاء الله مقبله واخا تساؤل الله يخليك انا ضعيفه وعندي فقر الدم والخزان 7 ودابا تناخذ الاسيد فوليك والوزن ديالي 58 والطول 1.62 تناخذ الحلبه مع الماء كل نهار معلقه صغيره فواش الحلبه مضره سمعت انها كتجري الدم وبالنسبه للادويه الفاتحه الشهيه حنا تكلمنا عن الفواتح الشهيه الوغ بالنسبه لهاد السيده عندها الخزان ديال الحديد الي اسيت الوغ سي نورمال كانها ناقصه في الوزن لان كيف ما قلنا قبيله باش نبنيو عضل خصنا كالسيوم وفيتامين بي وحديد دونك اوتوماتيكمون هي ما عندهاش الحديد دونك ما عندهاش اون كاباسيتي موسكولير اللي هي اديكوات بالنسبه للطول ديالها الوغ الحلبه مزيانه الوغ كتجري الدم لا با فريمون كتحسن من الدوره الدمويه باغ كونتخ بالنسبه لها هي انا كنصحها ان الصباح تاخذ العسل الاسود داكوغ الطريقه اللي عطيتي وكاينه واحد الطريقه وسي بالنسبه للناس اللي كيعانوا من فقر الدم كاين واحد يعني العسل الاسود مع الخميره الوغ العسل البيره يعني ديك وي لا لوغ دو بيير وي لا لوغ دو بيير وي لا لوغ دو بيير هي راه كتباع يعني في الفارماسي بارا فارماسي افكتيمون انا بالنسبه لي يعني كطبيبه كنفضل بان الناس ياخذوها من لا فارماسي ولا بارا فارماسي كنفضل هذه الخميره على يعني كدواء على الخميره ديال البيت لان الخميره ديال البيت هي صحيه ولكن فيها واحد نسبه الحموضه دونك ما نقدروش نحكموا على تاثيرها على مشاكل القولون لان هي كننصحوا بها الناس اللي عندهم الجهاز الهضمي اللي هو صحيح في حين كنفضل مثلا كوم استوس باش نكسبوا الوزن ناخذوا لا لوفور دو بيير نشريوها داكور وناخذوها مع العسل مع العسل الوغ علاش باسكو اون فا بوتونسياليزي غنرفعوا غنرفعوا الاستفاده والامتصاص وغنرفعوا الحديد
مستمعه كتسولك شنو علاقه حرقه المعده بالدوخه والغثيان؟ واش كاين شي علاقه ولا لا؟ وي بيان سور. الوغ البيروزيس ولا لاسيديتي ديال المعده ف كتطلع من البي اش ديال المعده، كتغير من نسبه الحموضه ديال المعده، دونك اوتوماتيكمون فهي كدير واحد النوع ديال الغثيان، ديك لا نوزي كتجي على اثر تغيير البي اش نسبه الحموضه. نكملوا دكتوره بالنسبه للحميه الصحيه الزياده في الوزن. الوغ بالنسبه لي مثلا حليب زائد جوز الهند زائد حليب بودره، هذه وصفه لزياده منطقه ديال الصدر والمنطقه العلويه، يعني الناس اللي كيبغوا يزيدوا من منطقه الصدر منطقه الصدر كاين الحليب زائد جوز الهند زائد حليب بودره. حليب بودره دابا راه كاين انواع كثيره وي فيكتيمون، والحليب اللي يكون كامل الدسم الاخر ياك، والجوز الهند الفاكهه ولا الحليب حليب جوز الهند حليب جوز الهند جوز الهند. يعني هادو ثلاثه الانواع ديال الحليب. الوغ بالنسبه للناس اللي كيبغيو يزيدوا منطقه ديال الجلوس ولا منطقه الارداف، كاين عصير الجزر زائد العسل الاسود زائد حليب مكثف. ايه واخا العصير ديال الخيزو والعسل الاسود والحليب المكثف. إيه؟ الوغ بالنسبه لاسي الناس اللي كيبغيو يزيدوا المنطقه ديال خوالي في الظهر، يعني المنطقه لاغيير دو دو داكور، كاين السبانخ زائد الحليب. ايه الوغ هذا اون جو اون ميكستور، لان ما يمكنش يكون عصير فوالا، لان يكون عصير. بالنسبه لزياده الطول بالنسبه لزياده الطول كاين سكون ابل كولوستروم. كولوستروم هو اللبا، داك الحليب الاول ديال تيكون تيكون فيكتيفون تيكون في الرهيب في الحليب. نورمالمون الكولوستروم كيكون يعني ماشي اللي كيكون في في اللبن، لا اللي كان فيكتيفون اللي كنبغي نزيدو به الطول هو اللي كنجيبوه مباشره، يعني اللي كتعطيه لنا البقره، يعني داك الحليب الاول ديالها. دونك مثلا الوليدات الصغار اللي كيعانيو من المشكل ديال الطول، يعني الاباء يقدروا يوصيو مثلا الناس في الباديه باش يخليو لهم داك البروميير كولوستروم، لان فيه لي فاكتور دو كرواسونس في داك لي عوامل النمو اللي غيقدروا يعاونونا باش نزيدوا الطول. الوغ كاين اوسي فاكهه المانغ. الوغ فاكهه المانغ فهي كتساعد باش كنزيدوا من او ميم طون الوزن وكنزيدوا من الطول. الوغ الزياده المنطقه ديال الصدر اوسي كاين سكون ابل لي فيتو اوستروجين. الوغ فين كاينين لي فيتو اوستروجين؟ كاينين في الاسره ديال النوافع، يعني النفع حبه حلاوه اليانسون الشمر، وكاين في نبته الصوجه. كاين اوسي الحمص. الوغ لي بوا شيش ولا الحمص هو غني بفيتامين بي 9 بالبروتينات، غني بالنشويات وبالبوتاسيوم، وخالي من الدهون ومن الكوليسترول. يعني نصوبوا واحد العصيده ديال الحمص ونقدروا نتناولوها بواحد، يعني ماشي ما نقولش شكل، يعني واحد الصفه اللي هي يوميه، ولكن ان جور سور دو داكور. واخا مستمعه كتسول على حليب الصوجه، قالت لك واش حليب الصوجه يعني كيزيد في الوزن في المناطق الانثويه؟ وي الوغ حليب الصوجه كيزيد في الوزن في المناطق الانثويه، سواء الصوجه ولا لي جرم دو صوجه. غير انا كنبغي ان الناس يردوا البال من واحد الحويجه، سكو الصوجه فيها لي فيتو استروجين، يعني بالنسبه للاشخاص اللي عندهم تاريخ اسري ديال لي كونسير دو سان، يعني مثلا شي وحده من الاسره داز عليها مشكل ديال كونسير دو سان، خصهم يتفاداو هاد الصوجه. ياخذ تاخذ النفع تاخذ الحويجات الاخرين، ما تتفادى الصوجه. دونك خصنا تاريخ اسري يكون خالي من 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 امراض سرطانيه ديال هذا الواحد ياكل ياخذ الصوجه. وي الوغ كاين اوسي واحد العصيده اللي نقدروا نديروها، سي واحد العصيده اللي فيها الجزر، اللي فيها لي بوتيرون قرعه الحمراء، واللي فيها الطحينه. ايه الطحينه هي فوالا فوالا، واللي فيها العسل الاسود. العسل الاسود، مستمعه راه كتسول واش العسل العادي هو العسل الاسود؟ لا، يعني العسل الاسود يعني الوغ العسل الاسود هو عسل حر، مي يل طون دو كولور، يعني بلو الي فونسي، لون ديالو غامق. ولا قد ما كان العسل غامق قد ما هو غني بالحديد. حتى الطحينه راه ان شاء الله مازال نعطيوها يعني في البرنامج طريقه التحضير ديالها، وهي كتباع يعني متوفره، يعني هاد الطحينه هي مصوبه من زيت السمسم، داير بحال شكل الاملو عاقد، غير هو اللون ديالها بيج. افكتيما افكتيما. الوغ سينو كنديرو واحد العصيدة أوسي الوغ مصوبة من زيت السمسم. إيه الوغ من الذرة. الوغ الذرة البلدية غنية بلي غادي كوليب، غنية بلي زونتي أوكسيدون، وكتساعد في كسب الوزن. دونك زيت السمسم والذرة والعسل الأسود. واخا تساؤل الشاي المسوس واش كيحارب الدهون؟ يعني أتاي بلا سكر.
Alors, le thé vert, pas vraiment. À part, il a zedna fih واحد العصره ديال الليمون ديال الحامض. C'est-à-dire, il a donné fih un peu de citron. Oui, يقدر يحارب الدهون. فوزيه كتسول واش المكملات الغذائيه من الطحالب ديال البحر واش هي مفيده؟ وي الوغ المكملات الغذائيه ديال الطحالب ديال البحر هي مفيده سورتو هذوك اللي اللون ديالهم خضر داكوغ مي على حساب الوغ هما كنعطيوهم اكثر بوغ بوغ ماشي باش نفقدوا الوزن مي سي بلوس باش نكسبوا الوزن باسكو هما شويه كيعاونوا باش نكسبوا الوزن دونك الا كانت هي باغا تسمان وي تاخذهم مي الا كانت باغا تنقص من الوز نو لي برون با واخا تساؤل خميره البيره واش مزيانه المراه المرضع واش ممكن تاخذها المراه اللي كترضع نو كنفضل احسن تفاداها ديك الوقيته وي الوغ بالنسبه للمراه المرضع ممكن تاخذ الوغ الطبيب ديالها غيعطيها واحد الدواء اللي ديال لاكتاسيون اللي مصايب من فينوغريك مصايب من الحلبه ولكن خاص بالمراه المرضعه داكوغ يعني كاين واحد الدواء اللي كنعطيو للنساء المرضعات اللي فيه الحلبه ولكن سبيسيال فام اليتونت داكوغ الله يخليك عفاك عفيفه كتسولك الحلبه واش كتخفض من مستوى السكر وبغيت نعرف كيفاش الاستعمال ديالها افكتيفمون الحلبه فهي كتخفض من مستوى ديال السكر بالنسبه للاستعمال ديالها فيه 5-6 ديال الحبات الوغ في اطار التغذيه سافيغ ماشي مع الماء داكوغ مي في اطار التغذيه سافيغ سوف ان بول دو سوب حسوه ولا نرشو بها اون سالاد سي كوم ايل فو واخا كاين كذلك نجاوب على واحد التساؤل ديال واحد الام الله يخليك عفاك ولدي عنده 15 سنه كياكل مزيان الطول ديالو 2 متر وضعيف والاكل يعني بيتي الخبز الكامل الخضره الفواكه الطاجين ما عرفتش شنو ندير ما كيعاني من حتى شي مرض الحمد لله شحال الطول ديالو شي اللي كتبات 2 متر داكوغ الوزن كنظن لا الوزن ما كاينش الو اون بو با جوجي ما نقدرش نحكم الا ما عطاتنيش الوزن ديالو سينو الا فعلا الطول ديالو 2 متر داكوغ سافادير عنده مشكل غدد لان كاين واحد 15 سنه 2 متر تبارك الله راه يكون طويل كاين واحد المشكل ديال الغدد سورتو معروف الغده النخاميه ملي كيطرا فيها واحد المشكل فهي كتعطينا لي زيكستريم معناهم شنو هما لي زيكستريم اما كتعطينا قصر قامه يعني انانيزم اما كتعطينا داك لاسبي جيون لان انا بالنسبه لي 2 متر بارابور 15 اون سان اسبي جيون يعني خصها دير له تحاليل ديال الغدد بالنسبه لخميره البيره سولوك شحال يتبعوها المده مثلا على حسب الشخص يعني مثلا يعني خصني كومون دي خصني ليستوار دو لا مالادي يعني انا اون طونك ميدسا ما نقدرش نقول شي حد مثلا تبع خميره البيره 3 شهور ولا 6 شهور ولا شهرين خصني نعرف التاريخ الاسري ديال الامراض خصني نعرف واش هاد السيده واش علاش بغاتها بالضبط مناش كتعاني شنو الاحتياجات ديالها شكرا باش نقدر انا ننصحها واش شهر ولا شهرين ولا 3 شهور مي اون جينيرال لي كومبليمون اليمونتير عمر الناس ما يفوتوا فيهم واحد 3 موا ويديروا سكون ابل اون فينيتر ثيرابوتيك يعني ناخذهم 3 موا ونحبسوا ونقدروا ناخذهم مره اخرى مره اخرى هي ما تكونش متواصله واحد الشهر ولا عام وكاين اللي كيداوم على اي حاجه لا جامي ودائما الجسم خصناش نخليه يتعود على اي حاجه سواء وما نساوش بان لا فري ديتوكس هي الكبد دونك خصنا نتكيسو شويه على الكبد دونك خصنا نعطيوه دي كومبليمون اليمونتير اللي هي اون فيت كيميكلز يعني مواد كيميائيه وخصنا نريحوه واحد شويه باش يقدر يخدم واخا في ختام لقائنا شنو غادي نكملوا معاك بالنسبه للنحافه شي اضافات وي الوغ جبت اليوم واحد لو ريجيم اليمونتير اللي فيه 2500 كالوري 2500 سعره حراريه الوغ مثال على الافطار 4 ديال الشرائح ديال الخبز 4 توست ولا خبز ديال الدار مي مقدار 30 غرام انا بالنسبه لي خبز ديال الدار كتكون فيه 30 غرام باش نسميوه شريحه دونك 4 ديال شرائح الخبز زائد بيضه ولا 4 شرائح ديال الخبز زائد زيتون زائد فروماج زائد خيار داكوغ الوغ مع اي مشتق الحليب يعني على حسب الشخص واش كاس الحليب واش رايب واش ياغورت زعما كيف ما كيف ما الوغ هذا فطور فيه 250 كالوري حتى 300 كالوري داكوغ بالنسبه لي خص ان غوتي الصباح ان سناك اللي كتكون فيه اما ثلاثه الحبات ديال المشمش يابس اما ثلاثه الحبات ديال التمر ولا ديال الجوز ولا ديال لي فيغ الوغ هذا ان غوتي فيه 250 كالوري
بالنسبه للغدا كنتناولوا واحد كوب عصير ديال الفاكهه قبل الوجبه. الوغ بالنسبه للناس اللي بغاو يسمنوا فالفاكهه خصها تكون قبل خصها تكون مصاحبه لو بول اليمونتير دونك فاكهه قبل الوجبه مي عصير ديال الفاكهه. الطبق كيكون فيه بروتينات كيكون فيه اما دي بات اما نشويات على شكل بطاطس او ارز داكور. وفي الاخر ديال الطبق يعني ملي كنتناولوا البروتينات ديالنا مع النشويات ديالنا كنتناولوا دي ليغوم كوي يعني خضر طيبين ضروري ما تكون فيهم اما جزر اما جلبانه اما شمندر اما بطاطا حلوه يعني هادو من بين الخضر اللي فيهم اكثر سعرات الحراريه. ونركزوا على السلطه ديما تكون في الاخر باش ما تشبعناش خاص السلطه تكون في الاخر باش نحافظوا على نظام غذائي متوازن داكوغ. يعني ياكلوا الطبق الرئيسي وهذه يعني لو جو دو فروي هو الاول الطبق الرئيسي مع النشويات بيان سور خاص ضروري زيت الزيتون بالنسبه بوغ لي زوميغا بالنسبه للاحماض الدهنيه الجيده ونختموا من بعد بواحد الطبق ديال السلطه. طبق السلطه ضروري ما تكون معاه ذره مايس و اون صوص رغم الافضل لاصوص مايونيز هي اللي كتخلينا كنكسبوا سعرات حراريه. الوغ هذا الغداء فيه 750 كالوري. بالنسبه لقوتات العشيه في لقوتات العشيه غنديروا واحد شيكر. شنو هو الشيكر؟ فهو واحد المشروب اللي لاباز ديالو هي الحليب مع الحليب المكثف ولا الحليب البودره وديك الساعه نزيدوا عليه اللي بغينا. شنو هي اللي بغينا؟ هي اما خرطال اما موز اما مونك اما تمر ولوز اما افوكا. هذا سي ان شيكر ولا مره يزيدوا حاجه فوالا مي لاباس ديما هي مشتق حليب مكثف داكور مع بيان سوغ عسل مع قليل العسل الاسود. هذا سي ان كولاسيون اللي فيها 300 كالوري. الوغ بالنسبه للعشاء سي اون بوري يعني اون بوري بوري ديال البطاطا ولا ديال الكرا مع ان بوتاج كريمو. بوتاج كريمو يعني واحد لا سوب اللي كتكون ثقيله اللي فيها لا كريم فريش اللي فيها الياغورت واللي فيها دو فروماج فوالا اللي فيها دو فروماج ولا دلا بولينتا. شنو هي لا بولينتا؟ لا بولينتا هو الطبق ديال الذره اللي كيكون مصوب بواحد الطريقه كتكون بحال عصيده الذره لان الكورن ولا السويت كورن الذره تري امبورطون على قبل الماسلز يعني جميع الناس اللي كيديروا لا ميسكولاسيون فحنا كنعطيهم في الريجيم اليمونتير مشتقات الحليب ولي شيكر والبروتينات والارز ولكن ان ميم طون فحنا كنعطيهم اوسي الذره داكور. ولا نستبدلوا هذا البولينتا باي ساندويتش او فروماج اي كروك مسيو او فروماج يعني لو ميلانج نشويات او فروماج. الوغ بالنسبه لي انا هذا سي ان ريجيم اليمونتير اللي فيه 2500 كالوري يعني انه كيضمن كسب الوزن. بيان سور الاضافات كيف ما قلت ديما غادي نوعوا داكشي اللي ذكرتي فوالا والوصفه ديال مثلا ديال الجوز الهند ما تخطاهمش ديال العسل الاسود فوالا اللي فيتو اوستروجين وبيان سور ان ديسير. الوغ لي ديسير كنانسيستي على الديسير ديما خصو يكون اما عباره على باناكوتا ولا اون موس ولا ان غرانولا ميزون يعني ولا ان بيسكوي او بيغ. هادو هما لي ديسير اللي خليتي فيهم. هادو هما لي ديسير اللي كيديروا واحد اللي كيساعدوا في الوزن. الوغ واحد الحويجه سكو كان هاد لو ريجيم اليمونتير اللي ديستيني الناس اللي ما عندهمش مشكل ديال الكلي. جانسيست كو خصهم يديروا اوغي كرياتينين كليرونز لا كرياتينين باش نعرفوا شحال عندهم خص الكلوه تكون نورمال لان غنعطيهم واحد الكميه ديال البروتينات. بيان سور البروتين ديال الغدا ما خصوش ينقص على 200 غرام يعني خص فريمون اون بون بورسيون دو بروتين. شكرا لك بزاف دكتوره صابرين طبيبه متخصصه في علاج امراض السكري اخصائيه في التغذيه والحميه الصحيه على كل هذه النصائح والمعلومات الطبيه اللي قدمت لنا اليوم حول مشكل النحافه والناس اللي بغاو يزيدوا في الوزن ديالهم بشكل صحيح وبطريقه صحيه. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع للبرنامج لاله مولاتي. لكم تحيات وفاء فائز رفقتنا في الاخراج صابر فوند لمياء البكري في البرمجه الموسيقيه سميحه شوبي في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفيه مهدي فرحي في اشراف الفني مهدي بن كوس في الاشراف على اللايف واسماعيل روحي في اخراج الصوره. نتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. Thank you.
من هاد الخيط انا مشيت شويه نجيو هنا نديرو الدم.